جزاك الله خير يا الشيخ. طيب أنا عندي ملاحظة. طيب في الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث كان أسامة بن زيد رضي الله عنه في الحرب وفي المعركة والقتال والوطيس حمى. بعدين بعد ما المشركين تقهقروا وخلاص يعني وقعوا فيها يعني زي ما بيقولوا، أسامة بن زيد كان دار يضرب، كان دار يضرب المشرك، خلاص كان وقع على الأرض وسيفه اتجرد منه، كان عايز يضربه، فالمشرك قال له لا إله إلا الله، يعني قال شنو؟ يعني أنا مسلم، عشان يقول له خلاص أنا دار انضم للإسلام. فأسامة طوالي قال خلاص، قال شنو؟ قال نظام شنو؟ قال عشان خايف من الموت وكذا. فقام ضربوا بالسيف وقتلوا. الموضوع ده لما وصل للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام لما يصل له غضب غضب شديد من الموضوع. غضب ليه؟ غضب ليه؟ لأنه قتلوا من دون بينة، ما عارفوا كافر ولا مسلم، صح؟ أسامة بن زيد ما عرفوا كافر ولا مسلم، مع أنه كان كافر وبيكاتل مع المشركين، يعني كان بيكاتل. غضب يعني أسامة بن زيد لما هو بيقول الرواية دي، قال تمنيت أنني لم أسلم إلا يوميث، يعني أدوب أسلم، أتمنيت أني أسلمت يا أدوب، عشان الإسلام يجب ما قبله كده يعني، صح؟ فقام الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لماذا قتلته؟ سألوا طالب قال له قتلته ليه؟ قال له قالها متعوذا، متعوذا من القتل، قالها متعوذا يا رسول الله. قال له شققت عن قلبي طوالي؟ قال له شققت عن قلبي؟ شفت في قلبه ده في شنو؟ الرسول قال له شفت في قلبه في شنو؟ عرفت كيف انه هو مشرك؟ او هو قال احتمال يكون قال من قلبه، صح ولا ما صح؟ صح الحديث ده مش صحيح. طيب نحن ليه ما ننزل الحديث ده في المعاملات بيناتنا؟ ليه نحن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لك اعمل، نحن نطبق السنه، دارين نطبقها صح. السنه دي ما بس حديثين ثلاثه، حديث الفرقه الناجيه، وعندك حديث معين بينظم لك تنظيمات معينه، ما السنه دي مليئه بالاحاديث. ممكن تكون لها السنه دي، السنه وحدها يعني ما بتحدث على القران معه، السنه وحدها بتكون بلدان، في بلدان حاليا متكونه بس المشرك الكفار الحاليين دي، الكفار الحاليين ديل متبعين للسنة، صح وما مسلمين، متبعين للسنة. السنة وحدها بتبني لها أمم. السنة الآن يعني ما يعني أنا لا أقول نحن ما مستعملينها بها صح، بطريقتها الصحيحة السنة الآن ما مستعملة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له أشققت عن قلبه يا أسامة، أسامة بن زيد، وهذا مشرك في الحرب. نحن الآن ممكن نكفر بعضنا، زول مسلم يصلي وأي شيء، كلمتين خلاص كافر. ومهما كان يعني انا ما داير اقول اتبعت مثلا مذهب معتزلي ولا شيخ معين، مثلا يعني نقول ابن تيميه قال يكفر عند نقطه معينه كده، او نكفر فلان اذا قال كده ولا قال كده، يعني ما هو التكفير ده ما صعب، يعني ما صعب. ممكن يعني اي زول يقول يا فلان انت غلطت في الصلاه، عملت كده كده، انت نيتك معناه انت نيتك انك دار تخرب، دار تفسد الامه وتنشر بدعه، انك دار تصلي بالطريقه دي. ممكن انا اقول كده، ما انت ما دخلت عن قلبه، انت عارف نيته شنو، صح؟ ممكن انا اقول مثلا يا جماعه الحديث ده ما صح يا جماعه، كافر خلاص كافر، احتمال يكون دار يطعن في اصلا في فرع الحديث، ما دار يطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، صح ولا ما صح؟ ما شرط الزول يطعن له في شخص في حديث معناها طاعن في المروي عنه، صح؟ ممكن يكون يطعن في الرواه. انا ما داري يعني احدد لك زول معين، انت قبل شيء كفرته او كفرت لي جهه معينه يا شيخ، لكن انت يعني انا ما عارف، حتى ولو كفرت اي زول، يعني افترض زول فعلا كافر، يعني انت قعدت تقول هؤلاء كفر، يعني الكلام ده يعني ما انا ما داري اقول انه ما بسوي للنفوس، صح؟ ما مريح للنفوس، ما بضل بيرتاح. حتى لو انت لو في زول قال لك كافر انت بترتاح؟ ما بضل بيرتاح. فانا داري اقول لك حاجه، يعني مساله التكفير دي يعني وان كانت هي لها يعني لازمه، لانه مرات في ناس بيكونوا كفار جد، صح؟ لكن ما في اي لحظه خلاص كافر، ما انت ما بتستفيد حاجه ولا هو بيتضرر حاجه، مش ولا في ناس حاليا ميتين، يعني ميتين، لا هو بيستفيد من كلامك ده شيء ولا بيتضرر فوق ده، يعني صح؟
فانا بس برجو انه التكفير ده يعني ترجعوا منه شويه. الرسول صلى الله عليه وسلم وساوي بن زيد قتل زول خلاص، قال له انت ما شغلت ما اعرف عنه، مش قال لك لا اله الا الله خلاص قاتله مالك سببك عليه شنو؟ وساوي بن زيد ده وساوي بن زيد، وساوي بن زيد ده يعني صحابي جليل يعني غزا المغازي كلها وكان على راس الجيش، على راس الجيش مش على راس طائفه معينه ولا يعني جهه معينه من الجهات. أسامة بن زيد يعني شخصية من الشخصيات التاريخية في الإسلام، الآن يدرسوه في الثانوي والابتدائي، شخصية غدوة لكل شاب عمره 18 سنة 17 سنة يقود الجيش. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الكلام ده وأسامة يتحسر التحسر ده، الكلام ده يعني لازم ياخذوا الحساب. وانتوا في شبابية صح ولا ما صح؟ في شبابية بتدعو الشباب، الشباب لازم تتعودوا على الأخلاق الزي دي. أسامة بن زيد يقال له كده، وسام حديث كثيره جدا، احاديث كثيره ما يعني ما لها حد. نحن والله بصراحه قصرنا في حقها، السنه بنتبعها على اساس معين، نهج طائفه معينه، نمسك الطائفه دي الحديث اللي بتحقق مصالح الطائفه دي خلاص نتبعها ونسلكها، الاحاديث اللي بتخالفها نعمل رايحين منها زي ما بقول، ما داري نقول يعني نعمل رايحين منها بس ما بننكرها يعني ما بننكرها. يعني الكلام ده نحاول نراجعه اكثر واكثر، الكلام ده والله بينفع الامه دي. الأمة دي بينفع التوحد، ما تطعن في الطائفة، تطعن في المعتزلة، تطعن في دل، تطعن في دل، تقعد تحاربوا. الأمة فعلا هي فعلا مفرقة، مش 70 فرقة، مش 70 فرقة، آلاف الفرق، آلاف آلاف. يعني كونك تقدر توحدها تكونوا متوحدين. أنسب الآن أنسب ألمانيا، ألمانيا أنسب الدعوات في ألمانيا إنها تتوحد لاثنين أحسن. في ناس كانوا في دعوات تنفصل لأجزاء، كان ممكن تنفصل أكثر من كده. أفضل دعوة وانفع لها دعوة كانت إنها يتوحد. الآن الأمر صلى الله عليه وسلم قال في حديث من الأحاديث بتاعت ثلاثة أشياء الرسول دعا الله ما تصيب الأمة، أنا ما حقوله بلفظه حقوله بالمعنى. قال الحاجة الأولى، الحاجة ما تصيب الأمة، المجاعة لا تهلكها، أسأل الله لا تهلكها مجاعة، يعني ما يموتوا الناس بسبب المجاعة. الله اداه له صح ولا ما صح؟ الله اداه انه شنو الامه ما تهلك بالمجاعه. بعدين يعني في الاخر لما سالوا قال له الا يهلك بعضهم بعضا، يعني ما يموتوا بسبب الانفصال في الافكار او في الاحزاب وكده، ما يقتلوا بعض. قام قال له الله قال له مده لم يؤتى، دي الحاجه اللي فعلا هل حتفرق الامه صح ولا ما صح؟ الحاجة اللي حتفرق الأمة يا هالسالسة دي حاجة مسلم بها، يعني اللي حتفرق الأمة وتهلكها. الله حتى قال لا يعني الناس ما يخشوا الكفار ما يهلكونا، والله اداها له بتاعت انه الله يحاط بهم ويقتلون الكفار. الله اداها له، والما اداها له انه نقتل بعضنا، نقتل بعضنا عادي يوم من الايام ممكن عادي اي واحد شايل سيف انت سلفي اقتله خلاص طه الموضوع، انت فلان ما انا سلف. حتى لو انت سلف في ناس بتقدمها خلاص، ما انا ما دام السلف بيقعد يقول اي شيء ممكن انا اتملي من السلف كده، سلف ياخذ لي النبذول الشيخ ده كايا خلاص تب اشيل راسه برا صح ولا ما صح؟ وممكن برضه سلف ذاك معتزلي اي خلاص انتهى الموضوع. دي اهم شيء اللي بيفرق الامه، نحن محتاجين دعوه توحده ما تفرقه، يعني حتى وان كان في شيعه وكده. يعني أنا ما أقدر أقول إنه المفروض نتوحد وكذا، لكن الشيعة هم أقليها يعني عن السنة، لكن برضو ممكن ندعوهم بالطريقة اللي أحسن، ما ممكن نجي نقول لهم يا كفار يا مشركين يا أنتوا بتقولوا يا حسين ويا علي وكذا وتنبذهم وتجي تقول لهم تعال تعال ابقوا سنة. يا أخي معقولة يا أخي؟ صح ولا ما صح؟ في حاجة اسمها الحكمة في الدعوة، الله قال وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة، ما قال بالموعظة الحسنة، وقال الحكمة قدم على الموعظة الحسنة، بالحكمة خليك أنت حكيم يا أخي. يا اخي اتعلم الحكمه دي، هل علوم عامه في معنى من المعاني انها هي علوم، يعني تتعلم بس تقرا الفلسفه وكذا وتقرا ايش الحكمه دي، هل علوم يعني صح ولا ما صح؟ تتعلم كيف تدعو، كيف تدعو في اساليب كثيره للدعوه. ممكن تجي تقول لك لزول يا هنا تشتم فيه وتنبذه وتقول له انا حناظرك واجغمك وتجغمه، يعني حيفرح هو حيمشي يقول اه كلامه صح اي انا تبت خلاص اي والله بيتملي منك ملا، بيتملي منك ملي، يعني بيتملي منك ملي في الدنيا دي، بعد ما تجغمه بيتملي منك ملي يا سلام
والله يقرب يبكي بدموعه. انا شفت ناس غلبون يعني جغمون يعني كتار والله ما بيبقوا زيك والله ما بخشوا يبقوا سلفيين. اها ممكن احلف لك انه ما حيبقوا سلفيين. مش جغمته ما بيبقى لك سلفي ولا بيبقى لك انصار ولا بيبقى. حيكون عنيد في موقفه ويمشي هناك بيبقى كده كم يوم كده ولا كم بيختفي لكن ثاني بيجي ظاهره ويفتح له دعوات وينشر لك بدع زي تقدر تحارب على البدع دي خلاص بيجي ثاني ويعيد ويكون عنيد المره يمشي يقرا لك كثير يقرا لك كمان شبهات قويه كمان عشان يجي يطرح عليك في المره الجايه ويغلبك. احتمال يجي غمك ذاته ثاني بعد ما انت جغمت الجغم يجي يغمك. ما فايده من الكلام. انا داير اقول انه الكلام ده يعني لكن ممكن يكون باسلوب احسن من كده والله جد الكلام ده يعني لو يتنظم بطريقه احسن من كده بينفع الامه وبينفعكم وينفعنا كلنا والله. اتمنوا الخير للناس حتى الكفار ده هذول الله قال في ايه دعاء على لسان المسلمين ولا تجعلنا فتنه للذين شنو كفروا ربنا ولا تجعلنا فتنه للذين كفروا. فتنه كيف يعني؟ فتنه انك تبقى زول زي ناس داعش ديل تقعد تكتل تنفرهم من الدين. المسلمين يهون يهون اللي بيكتلوا الناس لا 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 ما اقفل القران اقفل المصحف اقفل ده الكافر. الان الكافر مش عشان ما داير يقرا القران مش ما عشان داير يخش في الدين عشان شايف الحاجات اللي بتحصل شايف ناس داعش بيكتلوا في الناس شايف الارهابيين بيجوا يفجروا لك العماره اللي هناك ديك يفجروا لك المول يفجروا لك النوادي بتاعت الرقص بتاعتهم بيقوموا طوال ينفروا من 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 اي شيء عنده علاقه بالاسلام ما بيقروا حتى تيقولون اسلام اسكت 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 ستاي باك خلاص انتهى الموضوع ما بيفتحوا مواضيع ذاته ما بيحاولوا يناقشوك خلي تجغمون ما بيتكلموا معك ذاته انت مسلم امرك برا خلاص انتهى الموضوع ده كله يسوي الحاجات دي الان الحروب اللي بتشتعل دي حروب فكريه. انا الان في السودان دي الحمد لله ما تطورت ان شاء الله ما تتطور حروب فكريه بيتحاربوا فكريا عشان يحصل شنو نزاعات بين القلوب. اي واحد يعني يكون خلاص منتمي لطائفه معينه انا بحب دي داك بحب ده خلاص بعد شيء ممكن تشتعل النار في اي لحظه صح ولا ما صح؟ طيب لهنا خلاص اكون هنا جزاكم الله خير. طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه والاه. الاخ ده هو اصلا كان جاني برا قبيل وقال عنده افكار في مسألة إنكار شراط الساعة وغيره كان دار يناقشها ونحن كنا نتمنى إنه يخش في العظم يعني لأنه المسائل دي ما تخاف يعني أنا شايف نهاية حديثه مركز على الجغم وما الجغم. الجغم ده ممكن نتخلى عنه ممكن نجغم هو ذاته ونتكلم معك بأسلوب طيب ونحن في النهاية كلامنا ده يعني ما قاعدين نكلم به أي زول يعني أي زول مسلم عادي زول بيتبع الكتاب والسنة زول بيعظم كلام النبي عليه الصلاة والسلام نحن ما بنتعامل معه بالعنف. لكن الجغم اللي بنشوفه واحد يتجغم لغايه ما يبكي واحد ثاني حبيبته تهجره وكده الى اخر ده نحن بنستخدمه لما يجي واحد يجي يقول لنا نحن الرسول صلى الله عليه وسلم بنقبله كرسول وما بنقبله كشخصيه زي ما قال واحد هنا في الشجره دي تشهد او واحد يجي يقول لنا ابو هريره رضي الله عنه كان زول لفاف ساكت ده نحن ما بنخليه وده ذاته كونه يتعاملنا معه لغايه ما بكى بس دي حاجه كويسه ذاتها كونه بكى ذاتها دي احمد الله عليها. فديل الناس الدعاة للبدع والناس اللي بيطعنوا في الإسلام زي ناس الترابي اللي بيقول عذاب قبر ما في اللي بيقول ما في أشراط ساعة اللي بيقول إنه في الصلاة أنت بتقول السلام عليكم بيسلم على منو اللي بيقول أنا أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ده بيحتاج أكثر من كده لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس شنو المصير. الكفار دي المعروفين ذول البر الإسلام ده ذول معروف عداء للدين واضح. وأما المنافقون قال العلماء وهم الزنادقة على أزماننا لأنهم يطعنون في الإسلام باسم الإسلام. ماذا أستفيد من طعن الترابي في آيات الزكاة؟ جابوا في جريدة أجراس الحرية كانت تحت الحركة الشعبية الترابي قال الزكاة ليست من الشريعة. قال شهادة المرأة تعدل نصف شهادة الرجل. قال ده كلام سياسي ساكت. ودي أطول آية في القرآن قالت الكلام ده في سورة البقرة صفحة القبلة الأخيرة من سورة البقرة. قال ده كلام سياسي ساكت. قال القرآن الترابي دار يطلعه كلام سياسي. والكلام السياسي على مفهوم الترابي والسياسيين الآن هو النفاق والكذب والتدجيل على الناس. مش بيقول لك ده شغل بتاع سياسة ساكت
معناه كذب ونفاق، فهمت؟ فده المقصود. فدل نحن ما بنرحمهم، ولا ربنا سبحانه وتعالى أمرنا أن نجادلهم بالتي هي أحسن، لأن ربنا قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. لكن في ناس ربنا استثناهم، قال شنو؟ إلا الذين ظلموا منهم. الزول الظالم ده لابد أن احنا نقعده في محله، فهمت؟ وزي ما قلت انت، قال انت لو جغمته بيجي يمشي يقرأ، والله لو قريت من الليلة لغاية 5000 سنة ما بتقدر تطعن في القرآن ولا في السنة. ونتحداهم ويتحديناهم، وما أبو الترابي يتحداه شيخ مزمل في مناظرة زمان 2006، فهمت؟ قال هذا صغير، يعني ايش شغل هاني انا اجيب لها متر ولا شنو، فهمت؟ وما عارف داك يجي كوريك وداك كوريك، فده كله هوا الساكن. نحن بنعرف انه تجيب ادلتك. طيب المسألة ركز عليها كثير، مسألة العنف والكتل والتكفير والكلام ده، في اظنه يشير لكلام شيخ ادم. السائل هذا اللي واقف الى الان قاعد، وشيخ ادم جاوبه قال له مولد ماف، هل ده تكفير؟ قال له والدليل ده بالتي هي احسن ذاته، ودي الحكمه ذات ربنا امر بها. قال له في مولد ما في مولد، وسأل سؤالين، في مولد في احتفال ولا هل الاختلاف والتحريم في طريقة المولد؟ قال لي الاثنين حرام، فهمت؟ ده خلاصة الكلام. والسائل سأل بحديث يأتي شبهة، وفي أدلة كثيرة جدا، لو في زول برضو عنده ثاني شبهات برضو بنجاوبها له. حديث صيام النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، وده العلماء استدلوا به ذاته على أن هذا الحديث دليل على تحريم هذه البدعة، لأن العيد في الإسلام لا يجوز صيام يومه. النبي صلى الله عليه وسلم حرم نهى عن صيام شنو؟ يوم العيد، يعني يوم الضحية. يوم الضحية لو في زول جبت له شيء قال أنا صايم، ده زول شنو؟ مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، حرام ما بيجوز. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم الاثنين، معناه ده ما عيد، ولا كيف؟ معناه ما عيد، لأنه العيد صيامه شنو؟ حرام. والرسول صام يوم الاثنين، وهم بيقولوا ده عيد ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن ده ما عيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ صام. وأي يوم يصومه يجوز صيامه، ده ما يوم عيد. وإذا في شبهات تانية بالرده، فما فيه تكفير، ده كلام ونقاش بالتي أحسن، فهمت؟ المسألة الثانية استدلالك بحديث أسامة، وهو قال كتلوا من غير بينة. كان في الحرب أسامة رضي الله عنه، وتأول رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال ما عارفه كافر ولا مسلم. لو كان ما عارفه كافر ولا مسلم كان وقف، لا هو أيقن إنه كافر، وقال شنو؟ هو أيقن، وهذا الكلام خلاف الصحيح رضي الله عنه، ربنا تجاوز عنه. هو أيقن لما انكتلوا إنه كافر، عشان كده قال للرسول صلى الله عليه وسلم شنو؟ قال إنما قالها تأثما، نفس الرواية جبتها أنت، فهمت؟ قال لي إنما قالها تأثما، يعني زول بيكتل في المسلمين، كتل المسلمين، وأقوى ناس في المسلمين كتلهم. لما أسامة بن زيد داري يجي يقتل ويطعنه قال لا إله إلا الله، أنت بتعمل شنو؟ تقول ده قال شنو؟ تقول ده قال شنو؟ قال مضطر. فأسامة رضي الله عنه تأول، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شنو؟ نهى عن أن يأخذ الإنسان بقرائن الأحوال في دماء الناس وأموالهم. معليش تستشهد بها عشان تطلع منه معلومة إلى آخر، ده موضوع ثاني، لكن عشان تقتل بها أو تزهق بها نفسي معصومة ده حرام. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فهمت؟ فده ما فيه دليل على إنه كلامك القدت. طيب قال لا ما تكفروا المسلمين، ساي ما كفرنا زو ساي. طيب قال برضه بعد ذاك دعا إلى وحدة الأمة، إلى وحدة الأمة. الكلام اللي أنت قلته والناس تبقى سواء، وأهل السنة والشيعة والمعتزلة ما بيبقوا. ليه؟ لأنه المعتزلة ذاتهم اللي أنت بتمدحهم، وأنت قريت لهم كتب كثيرة، فهمت؟ المعتزلة ديل ذاتهم هم الكتلوا المسلمين، فتنة خلق القرآن، إن القرآن مخلوق غير كلام الله، ودي برضو بنتحدى فيها الكرة الأرضية مناظرات، فهمت؟ قالوا القرآن مخلوق، الإمام أحمد قام قال لهم هو القرآن ده كلام الله غير مخلوق، مسكوا الإمام أحمد جلدوه، ما كان يحاوروه بالتي هي أحسن وبالحكمة، ديل المعتزلة ذاته، فهمت؟ المعتزلة قال أي عالم من العلماء ما يقول لهم القرآن مخلوق بيقولهم الباطل طوالي بيقطعوا رقبته، طوالي برا، فهمت؟ فنحن وحدة الأمة معاه. طيب وحدة الأمة تكون كيف؟ لأنه أنصار السنة يقول لك وحدة الأمة، يمشي ياكلوا
افته بتاعت مندي مع الطريقه الكباشيه ديل جاي انهم هسي اصبر لسه نحن بنجي في طريقه الاحتفال برضه، الاحتفال ما جايز نمشي للطريقه بعدين، فهمت؟ يمشي ياكلوا مع مندي، دايرين يوحدوا الامه بمندي، وجايبين امام الحرم قال خالد الغامدي، والله والله الكعبه دي لو شلتها في ظهرك، انت قال ده دليل؟ نحن ربنا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى امام الحرم، ربنا قال فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن شنو؟ تاويل. عشان كده الامام مالك اشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل يؤخذ من قوله ويرد الا صاحب القبر، واشار الى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. نحن راجل قدامنا بنسمع كلامه وكلامه معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم ما في. اي زول ثاني جاب كلام بنعرضك على الكتاب والسنه. وافقت الكتاب والسنه الحمد لله، خالفت الكتاب والسنه بنرد لك كلامك في وشك طوالي، طوالي نرد لك. فهمت؟ ديل مشوا وحده الامه. الجبهجيه يلموا لك الناس كلهم. الان عبد الحي يوسف معاهم. ده الحي يوسف ده بتاع المكتبه العلميه ولسه ان شاء الله المنابر جاياكم توريكم الحاصل. ده تكفيري في كتاب رسالته بتاعت الدكتوره ذاتها، لو داري غالب اللي يمشي يفتح بلاغ ولا يجي ناظر كله جاهزين له بالتي احسن وبالحكمه ذاتها. والحكمه هي وضع الشيء في نصابه. الزول اللي بيستخدم معاك اللين تستخدم معاه شنو؟ اللين. ما ممكن زول جا شال سكين طعن اخوك تمشي تقول له فمن عفا واصلح فاجره على الله. ده زول لازم تردعه. فهمت؟ تمشي تطبق فيه حد الله سبحانه وتعالى تشكيه الى السلطان الى اخره. فهمت؟ زول بيسيء للنبي صلى الله عليه وسلم ما ممكن تقول له خلاص تعال نقعدك، ما في نقعدك. ده اول حاجه تقطع رقبته، بعد ذاك لو داير اقعد مع رقبته برا برا هناك. فهمت؟ ده الاسلام كده. كويس؟ فده الجو لتوحيد الامه، وده الكلام بتاع الاخوان المسلمين وحسن البنا. قال فلنعمل جميعا على ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. نكون شيعة بيسبوا الصحابة زي ما قال الكافر الخميني الملحد في كتابه، قال 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 وإن لأئمتنا خلافة تكوينية تخضع لها جميع ذرات الكون، وإن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ولا نبي مرسل أئمة الشيعة قالوا حصلوا محلة لا بحصلها ملك مقرب ولا نبي مرسل. دين نتوحد معهم كيف؟ نتوحد معهم بقول الله عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وأما ناس داعش والمجار مديل دين نحن القاعدين نحاربهم. فهمت؟ أكبر محاضرة في السودان هنا في داعش عملها اخواننا ناس ابو بكر وانا الشيخ مزمل، شيوخ كلهم ما خايفين، قالوا لو عملنا محاضره في داعش يمكن يفجرونا جوا، ده الحي لبد تحت، صار السنة لبدوا تحت، ها فهمت؟ قلنا لهم خلاص وروني داعش واقعدوا فراجه، اشتغلنا هناك في القاعه الراسيه في قاعه الصداقه، وكشفنا ناس داعش ودعيناهم للمناظره ودعيناهم للحوار، وهسي لو دايرين نحن جاهزين لهم، داعش ماعش ماعز كله جاهزين لهم. فهمت؟ نحن جدال جدال بالتي احسن. ونحن لو كنا شغلنا زي شغل ناس داعش ما بنجي نتونس مع الناس، نجي ثلاثة نلقاهم خالطين مع حزام ناسف، بيجي لو خشيت بيجي بتركب دائرة معينة. فهمت؟ دائرة كهربية معينة توصيلها بهزاز كون قوي كده عشان تكمل الدائرة، وتعمل لها قنبلة بيسموها قنبلة شعبية أو القنابل العشوائية دي، تشتغل هنا وتديها مسكول، كان هنا ثلاثة خلاطين، موضوع انتهى. فهمت؟ لكن نحن شغلنا ما زي داعش، احنا شغلنا بعلم وبمنهج وبنوري الناس الدين ونوري الناس الحقيقة، ما بنجينا كورك ساكت. ونحن لو كان شغلنا عضلات وكنا ما فضل بيقبل مننا، ما هذين لهم الكيزان بالسيخ، يقول لك الليل الليل يا ليل يا حلاة السيخة بالليل، لا يعلمون من القرآن إلا قول الله عز وجل ولقد وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد، منافع للناس ذاته ما في، بأس شديد. والله الجامعة دي إن ربنا حياك البرال المخاصة بتجي تشوف مصائب كثيره جدا، تجي تشوف جماعه شايلين سيخ، تقول ده دارين يعمل لهم طابق ثاني ولا شنو؟ فهمت؟ ولا دار ابن له مرسم ولا حاجه، لكن ده زول داري يدق لهم مجموعه هنا. فهمت؟ ده شغل هوا الساكت، نحن ما عندنا شغل زي، نحن بنبين للناس. والناس دي كلها الليله الشعب السوداني ده الا من رحم الله. الناس المعادلنا في الشغله دي. يا ناس مالكم ما بنتكلم؟ ها؟ نتكلم نحن بخشومنا ونبين للناس الحق ونتكلم بالعلوم وبالحكمه. ها ما في واحد الان السجاد ولا مش السجاد اسمه منو بتاع الشعبي ذاك اسمه منو؟ الدجال ذاك اسمه منو؟
قال الحركة الإسلامية نجحت فيما فشل فيه الصحابة. أبو بكر عبد الرازق ذلك المجرم الضال أمين أمانة شنو كده العدل بالمؤتمر الشعبي. وإبراهيم السنوسي قال للناس ما تمرق اعتصامات الشعبي. الكيزان اشتروا، تخيل كده، ده موضوع ثاني. الكيزان اشتروا لك لازم الجعجع ساي، تلقى الواحد يكورك وعرقان ولا بد أن نخرج وسوف ندمر والاعتصامات. الكيزان يقول لا اسمع يا ما طبعا عندهم لك أساليب، اسمع على الأقل البتاعة دي خليها معاك، ها البتاعة دي بكون فيها قروش كثيرة جدا، وكما قال المثل عندنا في الغرب، ها دابي في خشم جرادايا ولا بعضي، فهمت انت؟ ما ادوك الجرادايا دي مليار ولا كم كده، تعرف تقول الاعتصامات هذه سوف تخرب الديار وتزيد الاسعار وشنو كده في الاحجار، ثاني ما بتبرك ثاني، فهمت؟ بيجوك بيجاي ما افضل مرك. فالشاهد من الكلام ده كله هوساي النازمة، ده دعيناه للمناظرة، ما جاء ناظر، ده أبو بكر عبد الرازق تحداه في مناظرة ما بيجي ناظر. فده كله أخواننا لفوا دوران ساكت، نحن نشوف منهج بتاعنا، الناس بيعرفونا كويس، نحن ما قاعدين نمشي نشيل لنا سيخة ولا نضرب زول ولا كده، بنبين للناس الأدلة. لكن الزول اللي بنجغم ده كما تسميه أنت، ده زول ما عنده حجة وداري عارض الإسلام، ده ما أنا جايه كيف؟ لابد نقعده في العلبة بتاعته، نقول له أنت المقاس بتاعك هذا مقاس A4 وانت مقاسك A3، لازم يقعد في المحلة بتاعته عشان ما يطلع فوق، لأنه ربنا قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مزولا. شوف المساكين في الموالد دي الغشون بشنو؟ بفهم خاطئ لبعض الأدلة والآيات. يقول لك ربنا قال قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. طيب الآية دي الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ ولا ما قرأ؟ يقول لك قرأ. فيهما ولا ما فيهما؟ فيهما. عمل مولد؟ يقول لك شنو الرسول عمل مولد؟ ما عمل مولد. جاب صحابة يمسكوا نوبات وتانين لابسين أخضر في أخضر، وثلاثة أجاب لهم كشاكيش وناس يرقصوا، فهمت؟ وصحابيات اختلطن مع الصحابة. هل ده كله حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد الصحابة، في عهد القرون المفضلة، في حاجة زي دي حصلت؟ بعد ما الأئمة الأربعة وغيرهم من العلماء مشوا، العلماء ديل شد ما فهموا من الآية دي، ما فهموا هؤلاء الصوفية لغاية ما يجونا مارقين لنا مقلعين طريقة كباشية وطريقة ختمية وطريقة قادرية، دارين يفهموا لنا الإسلام من جديد، ما فهموا الإمام مالك ولا أبو حنيفة ولا الشافعي ولا الثوري ولا الأوزاعي ولا فهموا الصحابة، بل ولا فهموا النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. عشان كده الإمام مالك قال من زعم، ودي برضو شوفها نمرة ثلاثة، يقول لك صح دي بدعة لكن بدعة حسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال وكل بدعة ضلالة. ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ما في بدعة حسنة. وده ذاته تركيب متناقض، ده تركيب متناقض. ما مشكلة عمنا لو داير تعال نفتح لك تناقش، ما عندنا بالتي هي أحسن. نعمة البدعة قال عمر رضي الله عنه في صلاة التراويح من صحيح البخاري حافظنا في راسنا الحمد لله، من رواية عبد الرحمن ابن عبد القاري، ما هو الكوارق دي في السوق معليش وكده، لكن هنا طلبة بتاع جامعة محترمين قدر من شتم البرع الناس بتتكيف، فهمت؟ الكوارق دي عملها بره هناك في الضرائح والمسايد والزرايب، فهمت؟ أما نعمة البدعة قال منو؟ قال عمر. قال في شنو؟ في صلاة التراويح. هل الرسول صلى الله عليه وسلم صلى التراويح ولا ما صلى؟ النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة صلى 3 يوم صلاها. طيب المولد الرسول عمله ولا ما عمله؟ يبقى نعمة البدعة دي شنو؟ دي ما بتنزل هنا، دي بدعة لغوية ما بتنزل هنا. طيب نشوف جوا في المولد في شنو؟ ده كتاب الفيوض، فيوض البحور المتلاطمة، فهمت؟ بتاع الطريقة الختمية، امسكوا لك طريقة الطرق الصوفية. نشوف في المولد بيحتفلوا بالرسول كيف. طيب صفحة 111 الليلة بنجيك بالتقيل إن شاء الله، صفحة 111 والله هذا كلام عجيب، لكن دي القصائد بتاعت الصوفية، قال بيمدح في الرسول. نشوف الرسول هنا وين في القصائد بتاعتهم دي. قال وهذا بعض كلامه رضي الله عنه، فهمت؟ قال أنا سقاني محبوبي من الحب شربة. طبعا دي بيقول لك مصطلحات الصوفية، الحب والهيام والعشق والخمرة والسكر والمحو والإثبات وكذا إلى آخر. قال وما شرب العشاق إلا بقيتي. قال أنا بحب الله كثير، والناس اللي بيحبوا الله كلهم ديل قال شربوا بس البقية حقتي أنا، يعني ده عنده ملان حب جد، فهمت؟ ده لو خطيت فوق الحب ميتر بطرشك. طيب قال سقيت كبار القوم في حضرة
للرضا فصاروا حيارى من بقية شربتي. يا زول الويسكي بتاعك ده جايبه من وين؟ قال أنا بحر أسرار، أنا القطب لاحقا وحكمي جميع الأرض في طي قبضتي. ده جوا المولد، قال الجوا الواتزات طي قبضتي. طيب قال حفظت فنون العلم في دون لحظة. انتوا قاعدين الآن البقرة ما عارف كهرباء وميكانيكا وبتاع مدنية وبعد ذاك تتخصص إنشاءات وطرق وكلام كثير، مش في كم سنة؟ 5 سنة صح؟ ده قال لك في بعض لحظة، مش تأم لحظة، ده في بعض لحظة عرف لك العلوم كلها، فهمت؟ قال وصرت فريد العصر عين الحقيقة. قال بقيت فريد العصر، زول زي ما في يعني فريد العصر. شو أصفوا فيها ديال يشكروا نفسهم كيف؟ ده في والرسول صلى الله عليه وسلم. طيب قال أرى العرش حقا، أسمع الكلام بتاع الصوفية ده، قال أرى العرش حقا في جلوسي دائما. طوالي قال بس عين فوق طوالي أشوف العرش. قال وما فوقه في كل وقت وساعة. الفوق العرش ذاته طوالي أنا شايف أي ساعة أي زمان، أنا هوت لاين طوالي شغلانية شغالة. قال ولو حل سري في الجبال أذابها. قال أنا عندي سر، لو السر ده فكيته عملت له تخفيض، أنا ما عارفه ده مركز ولا جنو. قال لو فكيته، قال في الجبال أذابها وصيرها كالعهن تجري بسرعتي، ولو أنني ألقيت سري على الحصى لكانت تخاطبني بأحلى مقالتي. قال أنا لو السر بتاعي ده وريته للحصحصة بيقول لي أنا شيخ يا أحوالك والأولاد كيف تمامين الحمد لله. طيب قال ومريدي لا تخشى من أمر تخافه إذا قلت يا حسن، ده حسن بجلابية، إذا قلت يا حسن أتيت بسرعة. قال لك ما تنادي الله، ربنا قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، ده قال لك ما تنادي الله، بس تقول يا حسن. قال بجيك سريع يا حسن بتاع شنو؟ وربنا قال للرسول صلى الله عليه وسلم فلا تدعو، ده سورة يونس، فهمت؟ فلا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ده الرسول صلى الله عليه وسلم، ربنا قال له ما تنادي غير الله. ده يجي يقول لك تنادي الحسن، حسن ميت ميت. قالوا اسمه حسن بجلابية لأن الجلابية بتاعته بالليل بتولع، الجلابية بتاعته بتولع بالليل. قالوا يا كلام يقول بتولع، ها نربطه فوق يعني ولا شنو؟ هو ساكت. طيب قال وإن كنت في هم وكرب فنادني بيا يا مرغني أنجيك من كل شدتي، أنا ابن ختم القوم يا صاحي فاعلمن وجدي رسول الله خير النبوة. وطبعا دي الوهم الشغالين بها الصوفية في السودان، أي طريقة تجانية، القادرية، الكباشية، العركية، الركينية، الكزنزانية، أي طريقة تابش يقول لك جدي رسول الله. أبو لا بصه ما عنده تيرب، فهمت؟ تابش ليه؟ لأنه يقول لك يا سلام يا أخي ده جد الرسول يا أخي، هنعمل له شنو؟ طوالي نجري وراه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئتي لا أغني عنك شنو؟ من الله شيئا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم فأقول لا أغني عنكم من الله شنو؟ شيئا. الموضوع في الدنيا عليك الله كده، نحن كسودانيين سأل الموضوع ده منتضرر منه، لو الشغلة دي في الآخرة بالأحساب يعني منتضرر من الشغلة دي. يعني انت بعد تتخرج من هندستك وكده لما تيجي تشتغل يقول لك اسمع انت كنت تبع الكيزان في الجامعه؟ لا يقول لك خلاص المعاينه انتهت، ما الشغلانيه واسطات، تمشي لاخر يوم القيامه برضو الشغلانيه تبقى واسطات. ها وربنا قال وما ربك بظلام للعبيد. يا اخي الشغلانيه هناك بعد رحمه الله سبحانه وتعالى بالعمل، ربنا يرحمك وتعمل صالح، لكن ديل دارين يخلوا لنا الدنيا والاخره كلها عباره عن واسطات. داير تمشي لي الله إلا تمشي تدهنس لك يا شيخ أبويا الشيخ، تعصر لك رعينه وتشرب مويه الوضو، فهمت؟ وما أعرف تمشي تتمسح بالشيخ وتتمردغ به وكده حتى تصل لله. وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم شنو؟ يرشدون. فالإنسان يسأل الله طوالي، لكن تمشي الطرق الصوفية بتوريك الكلام ده. لسه أنا أديك، قال أنا الإمام، دي قصيدة برضو للختمية، هذا الكتاب اسمه قيود البحور المتلاطمة، فهمت؟ قال الحمد لله وهو المنعم الوالي ما ترجمت بعض حالي سر أقوالي.
يعني قال انا الاحوالي والاعمال الصالحه اللي بعملها بترجم لك الكلام اللي بقوله. انا الامام، ما انا اخواننا بتاع الختميه، بتاع الختميه قال كده، انا بنقول لك كلامه. قال انا الامام المبين العالم العالم العلم العاقل النزيه الشبيه الشامخ العالي. عليكم الله، سمعتوا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه كده؟ ده افضل ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ طيب، قال السيد السند الطود الذي سجدت ملائك الملك الاعلى لاهلالي. انت عارف الاهلال معناه شنو؟ معناه ظهور كده بس. فجأة كده ظهر طوالي ملائكة الله سجدت للختم. ده في المولد. طيب، قال لا زلت ارتع في ميدان طاعته وذكره ابدا في كل احوالي، فكنت عين وجود القدس في ازل يسبح الكون تسبيحا لاجلالي. داري يقول لكم منه هو الله ذات؟ اسمع لسه اصبر. قال فالعرش والفرش والاكوان اجمعها الكل في سعتي مستهلك بالي. كلها قال لك مقاعده كده زي كاميرات المراقب، شايف اي حاجه في الكون. طيب، وكل فضل سما في الكون مرتفعا فانما هو من مني وافضالي. اي من قال مني انا؟ وربنا سبحانه وتعالى قال قل ان الفضل بيد منه؟ بيد الله. طيب، قال وكل علم لدني حوته قلوب الراسخين فرشح فاض من حالي. حتى الصوفية زيه اللي عندهم علم لدني وهو ده علم كفري، قال العلم ده وإنما هو رشح فاض من حالي. يعني أنا الدين بتاعي بقى كثير، بعد ده بقى يتسرب، مش هسي بيشوف الزير بعد ما يتملي بيسرب، صح؟ ده قال اتملى دين كده، فهمت؟ زي ما قال في كتاب طبقات وضيف الله، قال إسماعيل صاحب الربابة، وده كتاب بتاع صوفية، قال وكان بابا كولا، طبعا بالرندوق بتاع الصوفية، قال والبابا كول هو الذي يجلب الماء للمراسة، بيظبطوا بالمريسة. قال وجد الفقرة، قال وشايل قربة الموية، قال وجد الفقرة قال فقالوا له اسقنا ماء فسقاهم ماء، فقال له الشيخ، اسمع الكلام ده كيف، قال مليتنا مويه الله يملاك دينا. قال اسي ده سب دين ولا دي دعوه ولا ده شنو داس؟ ده لا وسط الصوفيه ده اللي قاعدين يقروا جوا في الموالد، قاعدين يقروا. طيب لسه، قال فاستفتحوا بي باب الله يقبلكم ويصطفيكم بتقريب واجلال. لو ده ربنا يقبلك تجي ورا الختم وتجري ورا الصوفيه عشان ربنا يقبلك. وربنا لو جيت ورا ديل يا دوب رجعوك، والله تمشي لله ورا العوالق ديل ربنا يرجعك. طيب، قال واستمسكوا بعراء لا انفصام لها واستوثقوا بمقاليدي واذيالي، فمن تمسك بي او حل في حرمي نال المرام بلا ريب واشكال. انا الجليس على العرش المحيط كما احط بالغيب تفصيلا واجمالي. ده دار له داعش عشان يفهم ده سي مسلم اسلام ده غيره ولا ده؟ قال لك الجليس على العرش وأحاط بالغيب تفصيلا وإجمالي، ده كفر بالله تفصيلا وإجمالي. طيب، قال محمد الحسن الطود الذي ثبتت أمامي في جيوش الموكب العالي. لسه أديك كلام غريب جدا، فهمت؟ قال العيدروس صفحة 93، ولي من أولياء الصوفية الختمية اسمه العيدروس، قال لك سموه العيدروس ليه ذاته؟ عشان تعرف الحاصل. قال والعيدروس قال وسمى قال عم امداده وسمى ارشاده عبد الله العيدروس، ومن كراماته انه قطع راس بعض تلامذته فاعاده حيا ورجع كما كان، ولذلك سمي بالعيدروس. فهمت؟ قطع راس التلميذ بتاعه الحوار وتاني رجعوا له، عشان كده سموه شنو؟ العي دروس، رجع الراس يعني من اعاده، فهمت؟ قال رجع الراس، وده في النهايه ده حيقوم دار يضاهي النمرود ابن كنعان، لانه ابراهيم لما قال له ربي الذي يحيي ويميت قال شنو؟ شوف عليك الله فقه ابراهيم عليه السلام، ما قام قال له لا انت ما بتحيي وانا بحيي والله بوريك ايه، ما جادله، قام اداه ايه ثانيه. ليه؟ لانه في النوعيه زي ديل، النوعيه زي ديل، ما كان عادي يقول لي، عشان كده النمرود قام جاب واحد قتله وعفى عن الثاني. احنا بقينا عندنا واحدين في الصوفيه تلبوا بغادي للنمرود ابن كنعان،
قال لا ده واحد ذاته انا قطعت راسه ورجعته له، فهمت؟ طيب قال وكان من كلامه انا عرشها، مش بيقول لك الواد ده عامل فوقه مكلمه مكمله، ده قال لك انا عرشها، تعرف الكلام؟ والكرسي انا للسماء بانيها. رايك شنو في الكلام؟ قال هيدا صعب. قال لولا الحياء من ربي، قال بس انا حياء من الله حياء. قال لولا الحياء من ربي نار الجحيم اطفيها. هذا الكلام ودبعوه عند الخدمية، تمشي لهم في الجامعة للمرغني ولا تذهب اليهم عند الفوجري، تلقاهم بيبيعوا الكلام ده. طيب قال ومن كراماتي رضي الله عنه، قال حين دخل عدن في اليمن، يعني لما خش عدن الشيخ، قال للسماء يا سماء صبي لبن. ابن عبد الله دخل عدن فصبت السماء لبنا. يا ناس في مطر بتاعت لبن، فهمت؟ يعني أسامة داود ده يقفل ولا شنو؟ لبن بيست ولا لبن بتاع يا وساقت، لكن تبقى صوفي والله تؤمن بالحاجات دي؟ يا في طبقات والضيف الله. ولي قال اسمه ما اعرف ليك يعقوب الفضلي ولا شنو، الولي بتاعهم ده، قالوا جاء واحد قال له داير لي، قال له شردت لي خادم، اسال الله يردها لي، لو سال الله ما عندنا معه مشكله. قام قال له جيب برمه مريسه وبصله وديك خصيه، فهمت؟ داك مشى جاب لي بصلتين وبرمتين مريسه وديكين خصيين، انا ما اعرف لقاهم وين، فهمت؟ ودي طبعا يمشي دي من ناحيه علميه كده، انا ما اعرف الناس يقنعونا بها كيف. قال فصف المريسه، بعدين الشيخ ده زول شفت في الشغله دي، ما دايره معكره صفاه، قال لك جايها الشغله تمام كويس. قال فشربها هو وضناقلته، ودي فيها اسئله الضناقله نحن بنعتذر لهم، لكن ده الصوفي لا سالهم. والكتاب ده معترف به جامعه الخرطوم بقروه في كل الاقتصاد، وطبعته الدار السودانيه ودار جامعه الخرطوم للطباعه والنشر، ومكتبه مصريه قالت يطلب من مضوي في ود مدني. هاي في هنا برضه بدرسوا مش دراسات سودانيه، تقرا هنا تقرا ده. قال ثم قال لو قل الف با تاء، بعد ذاك مشى وكده. فدي الصوفيه، صوفيه تؤمن انه في ديك خصي وديك ما خصي، يا ناس الله يهديكم. ده هو الساي تمشي الموالد دي شرك بالله، ده الكتاب بتاع البرعي، فهمت؟ دين الختميه الكتاب بتاع عبد المحمود نور الدايم، قبل نمشي للبرعي، فهمت؟ كلام غريب ذاته تجي تلقاه قاعد في الشغله دي، كلام غريب مره واحد، فهمت؟ صفحة 100 صفحة 55 صفحة 55 ديل الصوفية. قال كان رضي الله عنه فياضا على المريدين، وربما أوصل بعضهم منه أوصل البعض منهم إلى الله تعالى بمجرد نظره إليه، يعني بمجرد ما يعين لك كده بتبقى شيخ تحفظ القرآن والسنة وكله. طيب قال وممن وهبه القضبانية الولي الشهير والأستاذ الكبير سيدي الشيخ أحمد الطيب البشير، فقال له من بعد 70 سنة من عمرك قدمك على رقبة كل ولي لله تعالى. طبعا دي القضبانية دي بيعتبروها هي درجة بيكون فيها الولي واسطة بين الله وبين خلقه. قال وكان رضي الله عنه كثير الكشف والتطور، الصوفية عندهم الولي بيتطور، فهمت؟ قال فيملأ الزاوية حتى يخرج لحمه بطاقاتها. الشيخ مرة كده يعني شنو تجيه الحالة يقول لك يملأ الزاوية بشنو؟ ده إرهاب، والله جد إرهاب، تجيه كده زول عادي بعد شوية تجي تخش على الشيخ تلقاه ملأ الزاوية كلها، ملأ كلها لما قال لك لحم ودفك ببرة، فهمت؟ قال وتارة يلتفت إلى الجهات فيسكرها وهي في غفلتها. وقال واحد أنا خشيت عليه وقال وقد تراه ودخل عليه وتدخل عليه مرة فتجده سبعا، تخش على الشيخ تلقاه مرفعين، بعد شيء تلقاه تمسح، بعد شيء تلقاه ورل، ده شنو ده؟ ده عند الصوفيه يتطور الانسان. عشان كده البرعي قال عن شيخه، قال في مصر تجزأ للأربعين احد، فهمت؟ قال الشيخ تجزأ لأربعين احد، قال لما خش مصر اجتمعوا في فطور رمضان 40 من طلبته قالوا له تجي تفطر معانا في رمضان، فهمت؟ قال بعد ما عزموه وكل واحد فوق ما صر الا الشيخ يجي، قال الشيخ يتقسم على عدد هؤلاء الأربعين
وأجاب كلا إلى دعوته. الدين بتاع الصوفية ده دين تشيل عقلك ده تخطه تحت كرعك تعفصه، فهمت؟ وتمشي ليه قدام. عشان كده الصوفية بيقول لك كن بين يدي شيخك كالميت بين يدي المغسل. أديك كلام غريب جدا، هنا بتلقاه صفحة 127، صفحة 127، وده إن شاء الله بداية للكلام ده، ونحن إن شاء الله حتتواصل المنابر وبنكشف فيها الكتب دي كلها والجماعات، وبندعو أي زول عنده شبهة داري ناقشنا في مسألة نقاش علمي، وشوفوا نحن من احترامنا للطلبة الموجودين بنجيب لهم الكتب، ما بنقول يا أخ قال فلان تلقى شيوعين ماشين، واحد تلقاه شيوعي حكاية القردة شالت نبقة وخطت نبقة وجدعت نبقة، نبقة تقيد عينك، بس إذا موضوعك أنت في النبقة فهمت، وتلقى كوس ها وجرجروا سبحتي أو لا أجرجروها وطرزوها باللالوبي يا أخي بس بالقلبة، ده موضوعك أنت، وري النازل حاصل شنو فهمت، وغيره أنا إحنا بنجيب لك الكتب بتاعت النازل وبنوريك إنه ده المخالفين للإسلام عشان تحذرهم، لأنه الجامعة دي ملانة هوس، في شيوعين 2008 نحن قرينا في الجامعة دي، في شيوعي هناك سيارات هناك، قال لي اقنعني انه الله فيه شيوعي في الجامعة دي، وجاء لياسي قاعد شيوعين تانين ها، زي ما دعا نوح عليه السلام قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارة إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا ذيل القاعدين ناسي إلا فاجرا شنو كفارة، فده قال أغنعني بوجود الله، وقال أنا جيت من الإسلامية، أنا الإسلامية هناك ما فيها جيل فرين، إن الجماعة دي اللي انت قاعد جايين ليه فتلقاه مظبط ومجاية، تلقاه بعين من الصباح وفي المراية وفي الحفلة تلقاه راكب شماعة عشان السيف ده تاع المكوى ما هنا لأنه في سوس والراجاء وكده فهمت، أما الإسلامية ديك الإسلامية ديك تلقى الكديس فوق ذكر ما فيها انتهاء ذات فهمت، فما بحاجة بتقعدوا هناك عشان كده بتلقاه قال جاي هنا ودار يفسد الناس، قال نحن جايين البلد دي عشان نبرطع، قلت له انتم بتقولوا بنظرية داروين المشرك الكافر قال انه اصل الانسان كان عبارة عن خلية اولية، الكلام ده كله حتسمعه في الجامعات دي كفر تقيل، عشان كده تبعد بعيد تبعد بعيد، قلت له طيب انا بسألك سؤال من وين جات الخلية الاولى، قال لي جات كانت في المستنقع، قلت له طيب المستنقع كان قاعد وين، عاين كده قال لي كان في نظرية الانفجار العظيم، قلت له الانفجار ده مفروض يكون في بيئات انفجار ومواد متفجرة وكلام زي ده صح هاي، طيب جات من وين، عاين كده اظن زمان كان بيحضر سنبل، قال جات من مذنب هالي، طيب مذنب هالي جا من وين، شوف ما بخليك لو جيت قلت لي خلقنا سين بقول لك سين جا من وين، لغاية ما تؤمن بالله، عشان كده إدراك الخالق العلماء قالوا لا يدرك بالعقل، زي الآن عندك الآن الروح، ربنا قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، قال لي الآن شوف لك أكثر مستشفى في السودان الناس بيموتوا فوقه سريع، مستشفى شنو ولا كلين مش كويس، أمشي أقرب مستشفى قول لهم الزول ده ماله قد يكون زول صحيح ده ماله، يقول لك والله يقول لك ضباصة الدكتور العلم القرباصولوجي وشنو كده وفلسفولوجي كله قرا وكده وبتاع واخصائي ونائب اخصائي وسبعين سنة وكده وزمالة بريطانيا وزمالة كلا شغالة وفريق طبي تلقاه، الزول ده ماله يا ناس، ما زول روحه كانت قاعدة وزول كان بياكل وبيشرب وكده ماله البني آدم ده ماله، يقول لك والله ضباصة بس ماله يعني مات معناه شنو، ما روحه مرقت لك دي اغنعوني بالفلسفة بتاعتكم، يقول لك والله روحه مرقت بس ما في فلسفة، ما بتقدر تغني تقدر تغنيني الروح دي بتشوفها انت تهبشها، ما ديل الشيوعيين بيقول لك نحن بنؤمن بالاشياء الماديه حاجه نهبشها نشوفها نشمها كده، طيب هل انت بتشم الروح بتشمها بتشوفها، عشان كده ربنا قال وما اوتيتم من العلم الا شنو الا قليلا، الان انت حتجي تلقى حتقرا هنا في الجامعه دي وحتكتشف انه في حاجات بس تفسيرها كده، شكل من اشكال الطاقه الكهرباء شكل من اشكال الطاقه، الضوء شكل من اشكال الطاقه، الحراره شكل من اشكال الطاقه، تلقاه مجدع والود واقف كده وافتكر انه لابد هذه النصوص تراجع، يا تراجع شنو انت تراجع شنو يا ود الحلال، ما هي حاجه الا عقلك ده يحصلها، العقل ده حاجات كثيره ما حصلها فهمت، امراض كثيره الان موجوده ما لقوا لها علاج، عشان كده اخواننا العلماء قال لك العقل ده ما عباره عن مرجع، ما مرجع ولا يقاس به والدين ما يقاس بمرجع احد من الناس، وده تضيع الترابي والشفت اللي لافين معه، يقول لك يا سلام الزول ده عقله كبير، طيب المرجع شنو؟ عقل الترابي ده الان وداوي انه شلته من السلطه، مش شلته؟ 11 رمضان قرارات موفقه جدا ادوا لك شلوت بقى لافي فهمت؟ شالوه برا، العقل بتاعه
العقل بتاعه خلى ينشر العنصرية الآن في دارفور وفي غيره، ده العقل بتاعه. العقل بتاعه خلى حزبه مفرق، ده العقل بتاعه. المرجع شنو؟ عقل منه. عشان كده ده يا اخواننا ده ما ضابط. انت الليله لو الناس جو اختلفوا مثلا، المحله دي دارين نقيس مساحتنا مساحه مثلا، واحد يقول له والله دي فوق حاجه زايده، ده يقول لي لا ما زايده، لانه بس المحله كل ما بعدت انت بتشوف الواطه محدوده مثلا. يقوموا بيرجعوا شنو؟ يقول لازم انا اعقل منك، انت جبت كم في الشهاده السودانيه؟ لا انا ما جبتها. يكون المرجع كده ولا المرجع كده يشوف الجهاز والناس قالوا يشيلوا القياسات كيف ونكرر التجربه، مش يكون الكلام كده؟ فهمت؟ فالدين ده، الدين ده ما يقاس بالعقل، العقل ياتي مؤيد للدين. عشان كده علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: لو كان الدين بالراي لكان مسح ظاهر باطن الخف اولى بالمسح من شنو؟ من ظاهره. الان في المسح على الخفين تمسح بفوق مش كده بس، في ناس بيتشددوا يقول اعمل لك كده وكده، لا لا ود الحلال اصبر بفوق بس، يقول لك ما تحت وسخان، ولو كده ما تملصوا مره واحد، الموضوع ما بالراي. فهمت؟ ده دين، تمسح بفوق بس، ما دام دخلت ان انت متوضي امسح بفوق. علي بن ابي طالب قال لك لو كان الموضوع بالراي قال كان نمسح شنو؟ بتحت اولى من فوق. عشان كده الترابي جاء حاجات كثيره جدا، انكر الاسراء والمعراج وانكر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ده شغل بالروح. فهمت؟ وقال الشغلانه دي بالعقل ما بتجي. شوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به، نختم بالمساله دي. النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به الى بيت المقدس وجاء ورى ناس قريش كويس، ناس قريش لما سمعوا الكلام ده ابو جهل طوالي جرى لابو بكر الصديق قال له أولم تسمع بما يقول صاحبك؟ قال وما يقول؟ قال يقول انه قد أسري به الى بيت المقدس البارحة ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ذهابا وشهرا إيابا. قال له بالعقل كده، شوف زولك ده الليلة جابة كبيرة كيف، وعارف أبو بكر الصديق عندهم رحلة الشتاء والصيف والموضوع ده ما خافي عنه. قال له مشى لبيت المقدس ونحن شهر ماشيين وشهر جايين، وقال في ليلة واحدة بس مشينا بها بالعقل. فهمت كده؟ انت تخيل معايا أبو جهل ده جابوا مطار الخرطوم، بس جابوا مطار الخرطوم دي بس، طيارات الخلية دي كويس، وركبوا ومشى بيت المقدس شاف كده وجراجع، بيكون موقف شنو؟ بيكون موقف شنو؟ الزمن داك عقول ابو جهل شنو يا اخواننا؟ ما بيصدق، لانه البيئه بتاعته بتقول له يا اخي والله ان احنا اكثر حاجه عندنا سريعه الابل او الخيل دي بتودينا في شهر وتجيبنا في شهر، ما ممكن ان احنا شنو؟ نمشي في ليله واحده. ولكن الايمان الذي يوافق العقل، ودي نقطه مهمه تعرفها، انه الدين يا اخواننا ما بعرض العقل. ابو بكر الصديق رد له رد عقلي ورد إيماني في نفس الوقت، قال له نحن نصدقه في خبر السماء وهو في المجلس، أفلا نصدقه في ليلة إلى بيت المقدس؟ ألا بعد السماء ولا بيت المقدس؟ ألا بعد السماء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم بيكون قاعد معانا، بيجي جبريل بيوريه خبر السماء، ها، والنبي صلى الله عليه وسلم في مجلس وقاعد كويس، ونحن بنصدق ونؤمن به. ما نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة كاملة، ده بس في لحظة بس، النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بيمشي السماء وبيجي راجع. أن احنا ما نصدق انه النبي صلى الله عليه وسلم مشى لبيت المقدس وجا راجع، رد منطقي صح؟ ولذلك يا اخواننا شوف العقل بتاعك ده عقل ميزان هو، لكن لا يصلح لقياس أي شيء. أنا ما ممكن الليلة يا اخواننا دار أقيس الموية بجيب لي مسطرة، ولا مش عندها ميزان معين؟ فهمت؟ دار تجي توزن ذهب، ما ممكن تجيب بتاع الدكان، الميزان بتاع الدكان. أنا دار أجي أوزن لي قماش، ما ممكن أجيب البتاع الخرد ده، الميزان بتاع الخرد اجي اخذ فوق القماش. فهمت؟ ما ممكن صح؟ اي حاجه عندها الميزان بتاع الحراره، ها كويس، عندي مريض مثلا حرارته مرتفعه دار اشوف حرارته حصلت كم، اجيب له المؤشر بتاع الاساتذه ذاك اخذته له في خشمه. فهمت؟ ده بيجي ما دام مقياس، ده مقياس بيقيس وده مقياس بيقيس، لكن اي حاجه عندها اعتبارات معينه وعندها عندها شيء معين تقيسه، ولا تصلح لقياس اي حاجه. الاسلام والدين، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى مدح المؤمنين وسموا مؤمنين لأنهم يؤمنون بخبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يشاهدونه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في قبر، في عذاب قبر، في أشراط ساعة، ربنا قال فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء شنو؟ أشراطها أي علاماتها. الترابي قال أشراط، قال أشراط ما معناه علامات، قال أشراط معناه نفرين لو انت دار تبيع مع زول وتشتري في شروط، انا داير ده كده وده ما، لا، العلماء قال لك أشراط
هذه جمع شرط بتحريك الراء، طبعا دي لغة عربية بعدها، وربنا قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، القرآن ده نزل بلغة منه؟ بلغة العرب، كويس؟ فأشراط جمع شرط وليس جمع شرط، والشرط بتسكين الراء، الشرط بتسكين الراء جمعه شروط، والشرط بفتح الراء جمعه شنو؟ أشراط، شرط أي علامة، وشرط هو القيد الموضوع في البيع أو في غيره من أمور الناس. ولذلك يا أخواننا دي الناس دارين يلخبطوا لك الدين ويلخبطوا لك العبادة ويلخبطوا لك الإسلام، ونصيحة واحدة الإنسان يمرق بها عليك بالكتاب والسنة، ما تباري لك أي جماعة، نحن لا أنصار سنة ولا أي حاجة، فهمت؟ ما بنقتنع إلا بس بزول واحد النبي صلى الله عليه وسلم. أنت في شوف تجي الجامعة هنا تقرأ كويس، تبعد من الخلط والبنات وكذا، فهمت؟ تبعد من الأحزاب، تبعد من الجمعيات، بعد شوية بتلقى جمعيات هنا، ودي كلها حقتهم في النهاية، حق الجبهجية وشيوعيين وغيره وغيره، فهمت؟ يعمل لك يقول لك منتدى شعري يعني، يجيبوا لك واحد زول قديم، أنت تقول الزول ده جاي من وين؟ فهمت؟ تقول دافرينه من الستينات، يجي يقول لك وطبعا نحن دارين نقعد في جلسة استماع لأبو سيد، والله نحن مع الطيور الما بتعرف لها خرطة، لما تتورط مع الطيور ديل أوعك والله، بعدين بغشوك. شوف بعدين الجمعيات دي أنا بقول لك حاجات حارة، معلش لكن أنا متعود على الصراحة، بيقوم يصاحبوك ويورطوك، ممكن يرسل لك برلومة وانت تمشي تتخلع، فهمت؟ بعد شوية يقبضوك في مشهد ساخن جدا والله، وبعد ما يقبضوك بعدها يقول لك ها ود الحلال معانا ولا نمرق المقطع والله، بعد ده بتتورط، بعد ده تبقى شغلانية داحس والغبراء جوا الجامعة هنا، فهمت؟ ودي ساكين ديل ودي ساكين ديلاك، والتجاري ويقبضوك الجماعة، يا زول انت تدخلك شنو؟ يقول لك والله انا قبضوا علي حاجة، ما لكم على الهوس، فهمت؟ انت لو جاتك واحدة هنا او كده خليك زول راجل، ولا كده هاي عرس طوالي، بيتكم وين؟ مربع كم؟ هاي ابوك رقمه كم؟ تمشي طوالي انت ما راجل، او حيغشوك يقول لك سن المراهقة، دي وهمات بتاعت امريكا ساي، عشان اي حاجة تعملها يقول لك ده ما مراهق ساي، ما مراهق، انت مسؤول، ربنا قال ما يلفظ من قول الا لديه شنو؟ رقيب عتيد، انت زول راجل تمشي تدق الباب، يا حاج فلان بنتك دي بتقرا معي وانا داير على كتاب الله وسنة رسول الله، فهمت؟ موضوعك مشى خلاص، ما مشى النساء سواها كثير، واسأل الجيران يخبروك، فهمت؟ ما عقدوا لك كده، صوم الشغلة دي حارة، نحن عارفينها حارة، تقعد في الجامعة دي صعبة، تقعد براك ويجوك عطالة، ممكن يجيك واحد كوز ولا شعبي عامل فوق بتاع فكر يقول لك ما تكون متزمت يعني، ما تخليك يعني تفكيرك ضحلي كده وتكون رجعي، شفت لما عمل لك كده زي داري شيل كورة معناها داري غشك، فهمت؟ وانا افتكر انه المسألة دي يا زول ما بتجي بتعشني يا زول، هوي قول لي انا راجل مرة هناك وراجل هنا، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من شنو؟ من النساء. أوعك تخش لك في جماعة ولا حزب، ونحن ما عندنا تسجيلات، بعد تنتهي من هنا تمشي تشوف شغلتك طوالي، شوف قرايتك وعبادتك وتبير والدينك وأهلك بكونوا شغالين ومدروشين وحصاد وبلاوي، فهمت؟ عشان أنت تقرأ، عشان تقرأ وتتخرج وفي النهاية بتنفع نفسك، وبعد ذاك ممكن تنفع وطنك وأهلك. لكن لو قعدت تقعد تباري كده بيشيلوك، تشيل 70 مادة و60 مادة ومعدلين نزل وبتاع، ودوني بوش ودوني، فهمت؟ موضوعك بنتي، خليك زول نجيط، شفت الجامعة دي؟ اوعك العطالة ديل يجي يغشوك، واوعك يجي يغشوك الجبهجية، ديل ما عندهم اسبوع استقبال الطلاب الجدد، صح ولا ما صح؟ يوزعوا للناس كراسات، يا زول كراسات انتهت، والله انا اكتب في جريدة، ما داير منك اي كراس، فهمت؟ وانت قال الجماعة اللي بيشيلوا الكراسات ديل بيشتغلوا بها، بعد شوية تمشي بيجي المهندس تو شنو؟ الجماعة بيشيلوا الشيتات وبيشيلوا الامتحانات، موضوع انتهى، ما في زول بيلخص إلا من رحم الله. بيقول لك الجبهجية لو ما بقيت معانا ما بتشتغل، وبنشيلك ثلاثة مواد، والجبهجي ده ذاته لو مشى شفت البورد بتاعه بتلقى مشدة ما بقى اف، لما خلاص الشغلة انتهت كلها، ما لكم مالهم يا زول، خليك بعيد. وده الإسلام ذاته، ربنا قال ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم فرحون، اوعى تبقى مع أنصار السنة. صار السنة برضو بضيعوك، يقول لك إنما يأكل الذئب من الغنم الغاصية، وهنا ما في مرفع إلا في الجامعة، شفت لك؟ دي حديقة حيوانات ولا جامعة؟ داري غشك طبعا، ويجيبوا لك واحد كافي العيل وكذا وكاجم عينات، ويا زول ما تقوم الله يهديك، ما عنده توحيد. في موضوع ثاني برضو بنجي نفتحه لك، المهم الناس ديل كلهم ناس عطالة، ونحن ما بندعوك إنك تتمسك بينا ولا تخش معانا ولا تبقى معانا، نحن بندعوك مع الكتاب والسنة مع النبي صلى الله عليه وسلم، تبعد من الموالد والبدع والضلالات والهوس، ده كله تزيح منه وتكون على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة الذي رواه البخاري وغيره، قال
كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. برضو نحذرك من المكتبة البيجادي يقول لك لابد تعرف عن الإسلام، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فهو منهم حديث ضعيف، فهمت؟ وما أعرف ليك شنو يغشوك، ولابد تسمع. وقد تلقى مثلا بعض الناس قاعدين يشغلهم هنا، ما تمشي أصو ما تمشي. شفت المكتبة دي؟ نحن الجامعة دي قرينا فوقها، منا مرقوا جماعة كويس، مرقوا جماعة مشوا مالي، وفي جماعة مشوا الصومال، فهمت؟ ما في البداية بيبدأ لك والموت وكذا حاجات في ظاهرة كويسة، لكن بيقوم يدس لك البدعة بيجوا. بعد شوية يقول لك شايف حليمة تغتال في العراق، وعرض أختنا السويسرية ينتهك، وهنا في سودانيات أنت ما كان تعمل لك تبرعات تمشي لين، فهمت؟ مستقبل ساكت. بعد شوية تمشي تتورط تخش معاهم ويلبسوك حزام ناسف، تقال حزام الناسف ده بعيد، تقالوا بيمرق من وين؟ من الجامعات دي. أكبر بؤر ومستنقعات لخروج التكفيرين وغيرهم الجامعات دي. تخلي عينك، مش بيقول لك زمان القرشة بريالين ولا شنو؟ فوق بس. أوعك تتغشى ليزول. لقيت صاحبك ذاته زميلك زمان كان معك تمام وكده وبيلعب معك الكورة لغاية ما خشيت الجامعة سويا، وبعد ذاك بيجي يقول لك اسمع كدار عندنا بس قاعدة كده يعني للهموم العامة، ده عارفه كوز. واحد يقول لك طبعا يعني في جلسة بتاعت استماع، ده شيوعي. خليك بعيد. قول له في جلسة بتاعت هومور ولا ناي ولا تيتوريال حاجة زي دي، نمشي طوالي ما في تفوت منهم. بعد ده برضو في أساتذة، شوف الشغلة دي والله ربنا إلا يحلك، لأنه بيعتبروك أنت زول مادة ماتيريال، ممكن يصنعها زي ما دارينا. في ناس هنا برضو أساتذة برضو بيقول لك اسمع الشغلة دي تمشي تجمع هناك، بعد ما يديك واجب يقول لك تجمعه في المكتبة العلمية. في أستاذ هنا السنة اللي فاتت كان بيعمل العملية دي، اسمه منو؟ اسمه إيهاب، ده برضو تبع المكتبة العلمية، تلقاه مصور مع عبد الحي. الناس بتستغل، والله يا اخواننا البلد دي للاسف الشديد المسلمين وصلوا لحاله ضحله زي دي، فابعد من الناس كلهم، فهمت؟ خليك على دينك تمام، على عقيدتك تمام، على فرائضك تمام، وابعد من الناس دي. ونحن ما دارين منك حاجه ولا دارين منك قرش. قل لا اسالكم اجرا ان اجري الا على الله. نحن ما بنسال زول حاجه، لكن دارين الكلام ده خير للناس. وصح في ناس بيزعلوا يقول لك يا اخ زعلتوا الناس وكذا، انا ما جاي ارد زول ولا جاي نازل انتخابات جامعة ولا عندي عضوية ولا دار اجمع من الناس تبرعات، انا دار اوري الناس الدين الحق. ما تباري اي زول، اي زول دي اول وصية للطالب يخدها هنا، لانه انا عارف شفتها في التكنولوجيا هناك لما تجي تسجل وتدفع الرسوم، وهنا برضو وغيرها بتلقى جمعيات بتاعت كيزانو واتحاد الطلاب وشنو جماعة مشركين لك، لانه انت البرلوم ده بيعتبروا زول مسكين ساكن، تخش معاهم تبقى زول بتاع صراعات من مشكله لمشكله، يودوك الازهر يقول لك في شيوعيين هناك، قال له ادوم راح ارفع بالدفار نمشي ندقهم، تمشي تدق ديل وتدق ديل، انت مالك ومالو انت الالفه بتاع الجامعات، مالك ومالو يا زول، اقرا قرايتك دي خليك زول نجيط، خليك زول نجيط، او عزول يلعب بيك او بنات او غيره او غيره او حفلات. و و و و و وابتعد عن كل هذا الباطل وكل هذا الضلال، واستعن بالله سبحانه وتعالى وتخرج، شوف لك شهاده نجيضه، البلد دي بقت كاتمه، انا بحذرك والله البلد دي بقت كاتمه، شوف لك شهاده نجيضه عشان تمرق تشتغل برا، اشتغل بالنظريه دي، ثاني ما بتفضل اي زول، لكن لو باريت مع الجماعه ديل كده بيضيعوك. ان شاء الله نلتقي ان شاء الله الثلاثاء القادم، بارك الله فيكم وجزاكم الله.